وفي حديث عجيب في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من بين الخلائق يوم القيامة بمرقوب، أو يخرج رجل بجمار، فتنشر له 99 سجلا مد البصر، صحائف مد البصر، أي صحيفة بينشر له، وقال لك 99 صحيفة سجلا مد البصر كلها ذنوب. ده ذنوبه ما كثيرة؟ قال لك كثيرة. كيف؟ فيقول له الله تعالى: يا عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. ينسى بنسى، فيقال: لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة يسموه حديث البطاقة، وجعنده 99 سجلا وكلها ذنوب كلها، قال لك بمرقوا لبس بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا ربي وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات، يعني لأنه لا إله إلا الله ده يا جماعة ما فتقل منها في الميزان،